حياكم من جديد مشاهدينا، والأخبار ومنوعات اليوم. وأول خبر هو تحذير من تحميل برمجيات كورونا، قد تتعرض كمستخدم للأنترنت لسرقة معلوماتك الشخصية، وتتعرض أيضا للأخطار بحال قمت بتحميل أي برمجيات خبيثة تحمل اسم فيروس كورونا. السؤال: ما هي أساليب المخترقون عادة في اختراق الأجهزة في الفترة الحالية؟ تفاصيل أكثر معنا خبير أمن المعلومات أستاذ محمد السريعي في هذه المداخلة، يعطينا مزيد من التفاصيل. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. بداية، ممكن نفهم هذه التحذيرات بشأن البرمجيات الخبيثة لاختراق الأجهزة؟ في الظروف الحالية نظرا للتهديدات العالمية لفيروس كورونا، فإن الجميع يراقب ويتابع أخبار انتشار هذا الفيروس عن كثب، الذي جعل الشركات والمنظمات العالمية تنشئ صفحات ولوحات معلومات تحديث الأخبار بخصوص هذا الفيروس. ولكن نتيجة ذلك وجدوا الهاكرز أو المخترقون أو مجرمي المعلومات طرقا لاستخدام هذه المواقع لقيام بحملات مكثفة من أجل اختراق وسرقة معلومات المستخدمين. فيما ذلك ايش يستخدم الاسماء وكلمات المرور وارقام البطاقات الائتمانيه والمعلومات اللي مخزنه في المتصفح. يقوم المخترقون فيما يعني: واحد، تصميم مواقع وصفحات ويب متعلقه بفيروس كورونا تحتوي على خرائط ومعلومات حقيقيه التي تتبع فيروس، انها تمتلك رابط مختلف عن تلك المصدر الاصليه يعني. اوكي. وذلك من أجل مطالبة المستخدم بتحميل التطبيق لإبقائه على اطلاع مستمر حول مستجد كورونا، ولا يحتاج هذا التطبيق إلى تثبيت. يعرض المستخدم خرائط حقيقية لكيفية انتشار الفيروس، مع ذلك فهي واجهة للمخترقين لإنشاء ملف آخر ضار وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو على الأجهزة الذكية. يعني أستاذ محمد، بالمختصر الهاكرز يقوموا بعمل مواقع وهمية عشان الناس يدخلوا صحيح. عليها، وبالنهاية هذه كلها اللينكات أو الروابط هي روابط لاختراق الأجهزة الإلكترونية. طب هل هناك معلومات من مصدر هذه البرمجيات؟ يعني كيف ممكن توصل لنا اليوم؟ يعني باختصار الهاكرز يستغلون هذا الكورونا أو الفيروس كورونا نصب إلكتروني. احنا نلاحظ الآن في حملات تصيد الان تحصل على البريد المستخدمين في الانترنت، يعني حملات كثيره وسيله نشر رسائل الكترونيه. صحيح. بخصوص هذا الفيروس تجيب لغات كثيره مثل اللغه الانجليزيه والعربيه. يخدم المستخدم بالضغط على هذا الرابط وفيه مرفقات خبيثه. يعني احنا دائما ننوه الان انه في، انت ممكن تدخل في شبكات التواصل الاجتماعي تلقى روابط واخبار عن فيروس كورونا. احنا ننصح دائما، فيها اشاعات وفيها كل الشخص له هدف معين. في ناس تبث اشاعات وفي ناس لا تبغى تخترق الحسابات وتجمع معلومات، انه فرصه استغلوها. صحيح. طيب استاذ محمد، اخيرا النصيحه في هذه الحالات سواء للوقايه او معالجه اي اختراق ممكن يصير. احنا ننصح للمستخدمين الانترنت ننصحهم انه الان الحكومات الرشيده حاطه قنوات رسميه سواء في القنوات الفضائيه او في التواصل الاجتماعي عن هذه الاخبار يعني الحقيقيه يعني الموثوقه يعني. يعني ما تبحث عن روابط في اخبار، لان في مواقع الان في مسوينها باسم منظمات صحه عالميه، يعني انه في تابع الفيروس انه في علاج وانه في لقاح وكله اخبار كاذبه، وهو هدفه جلب المستخدم انه يقرا هذا الخبر عشان يضغط على هذا الرابط يوصل له يعني في اختراق. جميل جدا، شكرا لك استاذ محمد السريعي خبير امن المعلومات. زي ما سمعتوا مشاهدينا، كل اللي عليكم متابعه وزاره الصحه في او حساب وزاره الصحه في تويتر، حساب وزاره الداخليه، ما شاء الله تبارك الله كلهم ما قصروا معانا في تقديم المعلومات الصحيحه حول هذا الفيروس. فلا تحاولوا تبحثوا في اي مكان ثاني، لانه ممكن يكون مصيده بالنسبه للمستهلك او الناس في نفس الوقت اللي بتحاول تبحث عن المعلومات في جوجل.